مرحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ان كان بلبنان او بالخارج عبر مريم تي في. رجعنا معكم اليوم بحلقه جديده من برنامجنا في امل، وهالحلقه هي الحلقه الاخيره بالموسم الاول من برنامج في امل. من 6 أشهر واكثر انطرق معكم هالبرنامج، وكنا عم نرافقكم اسبوعيا مع جمعيات مختلفه تنخبركم قصتها، وكل القصص كانوا بالفعل قصص كثير مؤثره، قصص دخلت لقلبنا. وكل هالجمعيات كانت عم تعطي فرح وحب وسلام وعطاء بدون مقابل لكل شخص كان بحاجة لها. واليوم كمان بهالحلقة الأخيرة من الموسم الأول رح يكون معنا أيضا جمعية كتير مميزة، هي جمعية مبادرات وقرارات. رح نتعرف عليها أكثر وعلى قصتها. وهالجمعية متمثلة بالدكتور دال حتة رئيس الجمعية، ودكتور عايدة الخطيب منسقة برامج القدرات بالجمعية. دكتور دال ودكتور عايدة، بدي رحب فيكم وأشكركم لحضوركم معنا اليوم. نحن سعيدين انه عم نتعرف عليكم اكثر. رح ابدا معك دكتور دال بالبدايه، تخبرنا اكثر ايمتى تاسست هالجمعيه ومين اسسها؟ اولا ختامها مسك مع جمعيه صح، ما في شك، اكيد نكون متفقين على. واثنين، اسم البرنامج كثير حلو، يعني في امل. شكرا. لانه ما لها قيمه الحياه اذا ما كان فيها امل. طبعا نحن بتلفزيون ديني انخلق لانه في امل. صح. واجا المسيح وعطى الامل، يعني وبالتالي هذا البرنامج انت جسدتي الفكر الديني اللي هو تبع الديانه المسيحيه. مظبوط. وهذا الفكر اللي هو في امل. نحن جمعيه مبادرات وقرارات، جمعيه تاسست مبنيه على خبره طويله جدا بعالم المجتمع المدني، يعني تمتد على عشرات السنوات. التقينا نحن 5 أشخاص اصدقاء، بحكم خبرتنا قررنا سوا نأسس الجمعية. يعني في أنا معي الأستاذ راندا بدر، معي الأستاذ فايز طاو، معي الأستاذ علي زهوي، ومعي كمان سيدة سبقتنا إلى دنيا الحق اسمها رونية عبد الملك حتي. فأسسنا سوا نحن مؤسسين الجمعية. الجمعية كانت الفكرة أنه الحياة أول شيء فيها مبادرة، تاخذ مبادرة بعدين تاخذ قرار. هيك كل الحياة، يعني إذا بدك تروح على الجامعة مثلا مبادرة بدي أروح على الجامعة، القرار أي اختصاص، بدي أفتح شركة أو بدي أشتغل، هذا مبادرة. القرار شو نوع الشغل. نحن جمعيتنا هدفها نجمع بين هالقرارات الصعبة اللي بيخدها الإنسان بمبادرته الفردية، بياخد مبادرة نحن بنجرب نكون حد منه بهذا القرارات اللي بياخدها تيقدر يحسن وضعه بعمل. فأسسناها الحقيقة، بلشت عمليا بأدار 2016، لنا 5 سنوات. طبعا بلشنا بالنشاطات وقدمنا علم الخبر بحزيران 2016، واخذنا العلم والخبر رسميا ب 30 تشرين الثاني سنة 2016، يعني صارنا تقريبا 5 سنوات عمليا على الأرض عم نشتغل. الجمعية بتهتم بثلاث أقسام، ثلاثة سيكتورز. أول سيكتور هو الديفلوبمنت، اللي هو التنمية، ديفلوبمنت. نحن بنشتغل كثير تنمية بشرية للإنسان وتنمية مناطقية، كتير مشغل مع بلديات بالمناطق أو مع الجمعيات ذات الصلة اللي بتشبهنا، نتعاون نحن وياهم بالمناطق بكل لبنان. الأدفوكسي، المناصرة، القسم الثاني هي نحن بنعمل مناصرة لكافة القضايا اللي تسمى وطنية، يعني تمكين المرأة قضية وطنية، مكافحة البطالة قضية وطنية، البيئة، تنمية البيئة قضية وطنية، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قضية وطنية. وبالتالي هذا كان توجه تبع الجمعية، وعندنا برامج لكل هذه الأقسام. القسم الثالث اللي هو ليدرشيب، الريادة، نحن وي بروفايد اول كايند اوف ترينينجز، نحن بنعطي كافة أنواع التدريبات، يعني نحن بنعطي كل أنواع التدريبات، يعني تدريبات ان هاوس، يعني بمؤسسة بده نعمل تدريب خاص لمجموعة معينة، أو بابليك لكل واحد فيه يقدر يحضر ويشارك بهودي التدريبات. وبنعمل 1-to-1 كوتشنج، يعني كمان من ضمن الريادة إذا حدا بحاجة لتدريب خاص تنمية بشرية أو شيء تدريب على سيرة ذاتية، على كيف يعمل مقابلة وظيفية، تحسين الشكل، تحسين الأداء. كمان نحن مجموعة بلشنا 5 أشخاص، نحن هلأ 49 شخص وكلهم متطوعين. من وقتنا بلشنا لهلأ نشكر الله الجمعية كانت عملت نشاطات صارت معروفة، لأنه بس تكون النوايا صافية
عم تعملي عمل تطوعي وجيد، دغري الانسان ببين، بتبين الجمعيه ببين اسمها، وهيك نحن من وقت ما بلشنا لهلا كان هذا هدفنا الاساسي بهذا الموضوع. نعم. يعني دكتور خلينا نرجع لفريق العمل، مثل ما قلت لي انتم متطوعين. نعم. في اختصاصيين. نحن بتضم الجمعيه حاليا 19 مدرب، 19 انترناشونال ترينر او لوكال ترينر. نعم. مدربين متخصصين كل واحد بمجال، هي هيك قوه الجمعيه انه فيها اي شيء بينطلب في معنى متخصصين بيقدروا يدربوا، هذا للتدريب، يعني لاعطاء الدورات التدريبيه، معنا ضباط سابقين، معنا خبراء بمجال الاداره او مدراء عامين قدامى او رؤساء مصالح بالدوله، معنا يعني معنا ناس عالميين، معنا عالميات بيشتغلوا بهذا المجال، معنا من وزاره التربيه كمان متطوعين، المجموعه 49 شخص، يعني طبعا على زود، يعني احنا هلا نحن مش عم نفتح باب الانتساب انه تنلم، لا تنلم مصاري ولا تنجمع ناس، فيك تجمع 1000 شخص، بس الفكره هو تكونوا منسجمين كفريق عمل، لانه قوه الجمعيه هي بفريق عملها، مش لا برئيسها لو بنايب الرئيس ولا بكذا، بقوه الجمعيه هي بفريق العمل وتغطيه الحاجه، وتكون فعليا بحاجه، مثل الدكتوره عايده الخطيب بس دخلت معنا، كمان اختصاصها مجال سوسيولوجي، كمان اختصاص مهم جدا، ولا نحكي كمان تبين معنا اكتشفنا فيها اختصاص خبره كمان بمجال ثاني، نحكي بالبرامج وقتنا بلشنا فيها. عم نحكي عن كل شيء. نعم. بس بدي اسالك قبل دكتور دال، شو هن اهم القيم اللي بترتكز عليهم جمعيه مبادرات وقرارات؟ سؤال دقيق جدا، بشكرك عليه. القيم هي التالي: المواطنه، نحن نبحث عن المواطن في لبنان. نعم. يعني اذا ما كان عندنا مواطن ما فينا نستمر. صح. واذا ما بيعرف دوره كمواطن، نحن كجمعيه من اهدافنا نشرح له، نعلمه شو واجباته وشو حقوقه كمان، يعني شو عليه واجبات تجاه دولته او تجاه الوطن بشكل عام، لانه نحن مبنيين كلنا على حب الوطن، بس تتطوعي بعمل عام معناتها انت عشقان الوطن، مش انه بس فقط بتشتغلي، لانه نحن ما بنطلع مصاري، جمعيه ليست الهدف، لا نتوخى الربح، يعني نحن ما عندنا شيء بنطلع منه مصاري، نحن بنعمل عمل عام، ايه بيجينا برامج، الشخص اللي بيدرب معنا بياخذ تعبته، بياخذ اتعابه، بس ما عندنا موظفين، مش انه والله عاملينها اتس بزنس، لا نحن منا بزنس، نحن عمل تطوعي ونجحنا لانه هالقيم اللي بنين عليها اللي هي الانتجريتي والجديه والصدق واحترام الاخر والتنوع المناطق، يعني ما خلينا منطقه بلبنان الا ما رحنا عليها، وبيتفاجئوا انه انتم جايين من بيروت لوين؟ على الهرمل، رحنا على الهرمل، جايين من بيروت على عكار، جايين من بيروت على الصواني بجنوب، او جايين على رايحين على البقاع الغربي، بده بس واحد يدور سيارته ويروح، عاده بيقبض مصاري لانه هذه شغلته، بس كنت متطوع بتتفاجئ الناس انه ليش عم بيروح على هالمنطقه؟ شو بتصير الناس؟ لانه الناس بطلت معوده الا انه الانسان يطلع مصاري. للاسف راحت الاشياء على الحياه على الاشياء الماديه، بس نحن على طول بنجرب نذكر ونضل نذكر قد ايه اهميه العمل التطوعي كثير كبير. طبيعي، لانه نجاح المؤسسات، خذي مثلا مؤسسه ضخمه جدا بالعالم هي الصليب الاحمر، عمل تطوع، طبعا عندها هلا اداره بس قسم الاكبر من ايكيبا عمل تطوع، يعني انت كيف بدك تقنعي شاب عمره 17 18 20 سنه يحمل حياته على كفه ويروح على يخلص انسان بحادث سير، يمكن هو يموت حوادث السير بلحظه بيصير، او يعمل بيدخل بحريقه وحيخلص ناس، مثل شباب الدفاع المدني المتطوعين، هذا ما لا هذا عمل اكثر من تطوع، هذا وصل لناحيه اذا بدك القداسه في العمل. صح. تنرجع للبرامج. نعم. دكتور دال خبرنا اكثر، اول شيء خلينا نحكي عن البرامج اللي تنفذت. اوكي، من 2016 لليوم الجمعيه عملت عدد كبير من البرامج، بس في ثلاث اربع برامج كانوا اساسيات اللي صح. كان سبب لانطلاقه البرنامج الجمعيه بشكل او بكثير. البرنامج الاول كان اسمه ابطال المبيعات، سيلز شامبيونز، ابطال المبيعات، كان ممول من اليو كي ايد ومن مؤسسه اسمها ميرسي كورب، هي مؤسسه بريطانيه بتدعم الجمعيات في لبنان. هذا البرنامج بس قدمنا لهم اياه، تفاجئوا قديش روحيته حلوه البرنامج. هو التالي كان الهدف ندرب شباب وصبايا من عمر ال 18 لعمر ال 25 سنه، لا يعملون اكيد، بس الاهم متسربين من المدرسه، يعني ما انهوا الدراسه،
اعطيناهم السكند شانس ان لايف، حظ ثاني في الحياه، كان هاي الفكره تبع البرنامج، تيكونوا ابطال للمبيعات، لانه فن البيع بيتعلمه الانسان، بيجي شيء من شخصيته، وكان كثير في اشياء ايموشنال بيهيفير، طريقه التعاطي، علمناهم دربناهم، دربنا بست مناطق بلبنان، مثل ما قلت لك ابتداء من الهرمل، من كامد اللوز، من جب جنين بالبيع الغربي، حلو. كمان بطرابلس، بالمنية، بالكورة، يعني بست مناطق، كل منطقة دربنا فيها 20 شاب وصبية، يعني دربنا 120 شاب وصبية. كان قوة البرنامج أنه مش بس دربناهم على فنون البيع، كان البرنامج ست أيام مكثف، يعني من الساعة 8 لساعة 4 بعد الظهر، لقينا لهم شغل، يعني خلص ما أنت خلقتي له حافز للعمل، خلقتي له حافز ترجع يبلش حياته، عن لأنه إذا قعد شاب أو صبية عاطلة عن عمل، يا بروحوا للسوق، يا للمخدرات، يا للدعارة، يعني أنا عاطل عن عمل بدي طلع مصاري بحالي، يعني أهين شيء إذا خلقتي له شانس، أعطيتيه حياة مرة تانية، وخاصة أنه هذا البرنامج كان مسهل جدا بلغة سهلة عليهم، أعطيناهم كتب، كل شيء أمنينه، الأكل والشرب والنقليات، يعني كان البرنامج كتير إيموشن، كتير عاطفي. ورح خبري لأنه بهذا الموضوع كانت كتير مؤثرة. نحن بنعمل بري تيست، يعني أول شيء قبل ما يبلشوا بيعبوا ورقة أسئلة، وبآخر الدورة بيعملوا نفس الأسئلة تنشوف إذا تعلموا شيء، يعني إذا الأسئلة جاوب عليها هذا الجواب بعد ست أيام تعلموا شيء ولا كمان بس مرة أمروا الكرم. كنا بمنطقة بشمال فوق طرابلس بالمنيا، معنا شيء 25 شاب وصبية عم بيعبوا الورق، شابين عمرهم واحد 19 واحد 21 سنة، قدمنا لهم الورق، مسكوا القلم وقعدوا ما عملوا شيء. انتبهت معي نائبة رئيس اللي هي كمان مؤسسة معنا أستاذة رندا بدر، انتبهت أنه ما عم بيكتبوا، أنه بركي في سؤال صعب، بركي في شيء، بركي ما بيعرفوا عربي، بركي قربت سألتهم، كانوا صريحين بشكل هو الشابين، شوفي نحن هالقصة مش من 1920، عم نحكيها 2018 كانت الدورة. قال نحن ما بنعرف نقرا ونكتب، شباب لبنانيين بعمر ال 19 ما بيعرفوا يكتبوا، ما بيعرفوا يقروا. فأخذنا قرار، جبنا حدا كان معنا من فريق العمل سيدة، قعدت على الكرسي وطلعت اثنين سيدة، صرنا نقرا الأسئلة، هن جاوبوا شفهي ونحن نكتب. حلو. تنعطيهم شوية معنوية. فيني أقول لك شغلة، بس خلصت الدورة هو الشباب اثنين كانوا الأول بالدورة، ما عندهم ذكاء خارق، أول بالدورة، واثنيناتهم هلا فتحوا رجعوا اثنيناتهم على المدرسة تعلموا الكتابة والقراءة، وهلا اثنيناتهم عندهم بالمنيا محلات بيشتغلوا فيها لإلهم شخصي، حسوا أنه أعطيناهم فعليا السكند شانس. يعني هذا بيثبت قد إيه العمل اللي عم بيعمله، قديش العمل هو هذا هيك لازم تنجح، هذا بسموه سكسس ستوري، قصص النجاح، يعني ما بهم الدربة، فيك تدربي وتفلي. هذا كان أول برنامج عملناه. البرنامج الثاني كمان عاطفي جدا، هذا كان ممول من السفارة الأمريكية مباشرة، لا من يو اس ايد ولا من مابي ولا من أي، من السفارة الأمريكية مباشرة، اسمه ماني حول عناية للعمر الثالث. العمر الثالث اللي هو الكبارنا بالعمر. نحن بلبنان طبعا عندنا بيوت للراحة، عندنا مستشفيات متخصصة ويعطيهم ألف عافية حقيقة، بس ما بتأدي، وفي ناس كثير ما بتبعت أهلها، يعني لا الأم ولا البي، في شباب وصبايا بيقول أنا ما بدي أبعت أمي أو بي، كثير ما بفضلوا. هو أصلاً فكرة الدار دار الراحة مزعجة لكثير من الناس، أنه يمكن ما يهتموا فيها، يمكن أو whatever، بفضل يعطيها العناية بالبيت. صح. فكانوا درجة فترة من حوالي شيء 10 سنوات لحوالي 2019-2020 أنه يجيبوا عاملة أجنبية تحممها أو تحممه وتعطي دواء، بس يعني شوية أكل بس ما كان في علاقة إنسانية. برنامجنا كان ندرب 75 سيدة بخمس مناطق بلبنان، اللي هي جبيل، حازمية، علي، زحلة وبكفية، كل منطقة ندرب فيها 15 سيدة من عمر 35 ل 55 سنة، يهتموا بكبار العمر، يهتموا اهتمام to care about، مش nursing، مع أنه أعطيناهم الإسعافات الأولية، بس أعطيناهم كتير إشياء مهمة بحياتهم، يعني كيف تتعاطى مع كبير بالعمر، كيف بتحكي معه، كيف بتهدي بإيده وبتمشي أنت وياه، كيف بتعلمه يضل واعي، لأنه هو كان شخص مهم، وبرا مثل صحته نفسيته بتتأثر، ما بدك تعطيه عمل نفسي تيرجع. فقد ما كان ناجح البرنامج بنفس البادجت الموازنة عطتنا إياه السفارة الأمريكية، بدل ما ندرب 75 دربنا 100.
مية سيد ورجلين، كان معنا رجال اثنين تدربوا، ونشكر الله انه هالمية شخص اشتغلوا، نشكر كمان كان كتير مهم. حتى بحفل التخرج الاخير احد المسؤولين بالسفارة اللي طلعت حكيت سيدي بتقول كان لنا 50 سنة بالسفارة الامريكية عم نعطي مساعدات للجمعيات وللبلديات، بس لاول مرة بنعمل ايموشنال ايموشنال بروجرام، برنامج عاطفي. يعني هذا انسان، هذا برنامج عاطفي بيتاثر بعلاقه الانسان. برامجنا الثانيه هي برنامج دائم، يمكن حسب خبرتها دكتورة عايدة حول برنامج مانحول هيك عناية. عناية فيك تكوني أكثر عم بتعطينا تجربتك حول هذا البرنامج. أكيد، خاصة بعد انفجار 4 آب مثل ما حكي الدكتور، وفي كثير عاملات وسيدات طلبت انه يبطل عندهم عاملات اجنبيات. يعني نحن نروح على اول شيء تنكفي نحمل نعمل شيء ديفلوبمون، تنميه، تنشغل السيدات اكيد ورجال اللبنانيين واللبنانيات بهيدا المشروع. نحن نلاقي فرص عمل، نستثمر الطاقه البشريه يلي موجوده عندنا. فببرنامج مانحول عنايه لقينا نحن انه ليش ما بنكفي، ليش ما بنعطي فرص. المحاضرات يلي عم نعطيها او التدريبات يلي عم نعطيها قيمه جدا. اول شيء بطل في عنا عم يطلبوا مثل ما قلنا انه نحن عم نحطهم للاشخاص الموجودين ببيت الراحه. في ناس ما بتقبل اهلها يكونوا موجودين ببيت الراحه، بدهم حدا يهتم فيهم اذا كانوا مغتربين او مسافرين او عندهم اشغالهم خلال النهار. فنحن عم ندرب السيدات مش بس على انه مثل ما قال الدكتور النيرسينج، كيفيه انه الامور الطبيه، لا، نحن بحاجة لطريقة التعامل، طريقة التكيف اللي هي بتبلش من التواصل الجسدي، اللي بتبلش من الذكاء العاطفي. كيف انت تهتمي بكبير السن، كيف انت تكوني قاعدة معه عم بيصير فيها الكوميونيكاسيون، هالتواصل بينك وبينه، كيف انت تعتبري حالك شخص او فرد من افراد العائلة الموجودة معه. قمنا بكتير تدريبات من ضمنهم كيف نحن بنشتغل على الذكاء العاطفي، كيف نحن بنشتغل على التواصل الجسدي، ودخلنا تدريب مهم خاصة ربطنا الوضع الاقتصادي الحالي بموضوع الأشخاص اللي بدهم يتدربوا على موضوع أو على التدريب بمانحول عناية، اللي هو إدارة موازنة أو إدارة ميزانية الأسرة. نحن الهدف هو الاستمرارية، يعني نحن دربنا هالسيدات، الهدف انه نحن نلاقي لهم شغل ويكون في استمرارية ومتابعة، يعني يكون في استفادة للطرفين، المدرب والمتدرب، الشخص يلي نحن ساعدناه يلاقي شغل والشخص الاشخاص يلي هن عم يهتموا فيهم. فكانت التدريب على مادة اللي هي إدارة موازنة الأسرة مهمة كتير، كيف نحن إذا طلعوا مصاري هيدا البادجت يلي طلعوه يقدروا هن يصرفوا بطريقة سليمة يتماشى مع الوضع الاقتصادي يلي نحن فيه، إضافة إلى الأعمال الطبية كيف يقدروا يهتموا فيه إذا بياخذوا أدوية، إذا يقدروا يعملوا له فحص سكري، وكل الأمور الطبية المتعلقة بهيدا المجال. بس لفت نظر انه الدكتورة عايدة الخطيب دخلت معنا من تقريبا شي سنة على الجمعية. نحن هلا بالفاز 2 من برنامج مانحول عناية العمر الثالث، يعني اول برنامج خلصنا اللي كان ممول من السفارة الامريكية خلص وانهيناه. بلشنا هلا نحن رننج بروجرام هلا. نعم. عندنا برنامج مانحول عناية العمر الثالث القسم الثاني. نعم. عم ندرب، بلشنا هلا، خلصنا بلدة اسمها الصوانع حتى بنين بالجنوب. حلو. كمان دربنا فيها 25 سيدة بالجنوب. هلا يعني الدكتورة عايدة بعدها جاي هلا من ضيعه اسمها بلده اسمها عين داره بالجبل، هلا بعدنا عم ندرب. بعدنا واصله. ايه بعدنا واصله هلا من التدريب، كمان التدريب بده شهر، يومين بالاسبوع، جمعه وسبت، جمعه وسبت، جمعه وسبت، هي اليوم كان عندها دوره تدريبيه، وبالتالي كان نحن هذا الرننج بروجرام بعده ماشي هلا، وبس نخلص عين داره عندنا المنطقه الثالثه بمنطقه شخطابه حد حلبة بعكار، كمان شهر تدريب كامل. على امل انه اللي عم بيسمعونا او اللي عم بيشاهدونا بحبوا يمولوا او بحبوا يساعدوا او بحبوا بهذا الاطار، ابواب الجمعيه مفتوحه للمساعده والتعاون، تندرب اكبر عدد ممكن من السيدات بكافه المناطق. يعني هيك اذا بدنا نحسبهم كلهم سوا دكتور دال، قديش تقريبا يعني كم شخص تقريبا عم بيستفيد من هالبرامج سنويا يعني اذا بدنا نقول؟ نحن سيل شامبيونز اول ما عملناه دربنا 120 شاب وصبيه. مانحول عناية دربنا أول قسم 100، هلا عم ندرب 75. هذا أول قسم وثاني قسم، يعني عنا
عدد تقريبا غير اللي بنساعدهم بالسيفيات، غير بنساعدهم بالتوجيه المهني، هلا بنحكي عنه كمان برامجنا اللي بنشتغل. بدنا دكتور دار تخبرنا اكثر عن دورات التوعيه المهنيه اللي بتقوموا فيها. نحن بحكم الخبره الشخصيه وبحكم خبره فريق العمل اللي معنا، نحن بنعمل دورات توجيه مهني بكثير من المناطق بالمدارس. يعني نحن بنروح كفريق عمل على المدارس الاكاديميه، تلاميذ الرابع متوسط، الاول والثاني والثالث ثانوي، بنعمل لهم دوره توجيهيه تمتد الى تقريبا حوالي ساعتين، بنشرح فيها كيفيه اختيار اختصاصك المستقبلي، لانه الاختصاص هو لصيق بالجسم. انت بتقولي حضرته دكانجي، حضرته بلاط، يعني صار مهنته اقوى من اسمه. بعت لي ورد سنجري، بعت لي هذا دكتور، هذا محامي، خلص صارت مهنته لصيقه فيه بجسمه، يعني هاي صفه بتعيب عيش معها كل حياته. فكيف اذا اختارها غلط وضيع سنين بالجامعه او بالتعليم وما استفاد؟ لازم يختار مهنه تناسب شخصيته وطريقه تفكيره. فنحن بنعمل هاي الدورات التوجيه. اذا بدورات التوجيه بدي اعدلك، نحن من انا بعملها هاي الدوره التوجيهيه من اكثر من 20 سنه، بس اللي صرنا مدربينهم هلا خاصه بجمعيه مبادرات وقرارات وعاملين دورات التوجيه يفوق ال 5000 طالب بكل لبنان. نعم. حتى عم لاقيلهم اشغال يعني مش بس هيك. نعم. دكتور دال كمان عندكم برنامج ما نسينا نذكره نحن عم نحكي عن البرامج. نعم. اسمه متحدون ولسنا وحيدين. نعم. خبرنا اكثر عن هالبرنامج، عن اهدافه واهميته. في حالات طبيه في لبنان وفي العالم كلها سوا اسمها حالات التوحد. صح. الاوتيزم. صح. حالات التوحد نحن ما كنا نعرفها بالجمعيه. ما كان عندنا ولا اي حاله معينه. مزبوط. معنا حدا من اعضاء الجمعيه اكتشفنا انه عنده صبيه عمرها شيء 12 سنه عندها حاله توحد، حاله ايجو صعبه، منا حاله سهله. فبالحديث صار في تواصل نحن وياه انه نقدر نعمل برنامج متخصص لوقوف قرب اطفال التوحد، يعني نقدر نوزع لهم فرح وابتسامه ونعمل اعمال توعيه. فعملنا فريق عمل من الجمعية حضرنا حالنا نعمل هذا البرنامج. البرنامج هو التالي: كلمة التوحد يعني شخص عايش لوحده، فاستعملنا الجودومو بدل ما نعملها عايش لوحدك، منك متحدون، نحن وياك واحد، يعني نحن كأشخاص في المجتمع نحن متحدون معك. ولسنا وحيدين، هو عم بيقول لسنا وحيدين، انت منك وحيد، نحن حد منك. حلو. فكانت هاي الفكرة سميناها متحدون ولسنا. بلشت الفكرة بطريقة كتير مبسطة وهيك مهضومة، قلنا شي بدنا كيف بدنا نوصل لهود الناس؟ ما كان عندنا ولا أي فكرة لا علمية ولا طبية أبدا. كمان من اكتشفنا من الدكتورة عايدة الخطيب، وبعدين اكتشفنا أنه حضرتك عاملة نفس الجو هذا الموضوع، أنه شغلين بمؤسسات رعاية لأطفال التوحد. نعم. وهذا شيء اكتشاف كان كتير مهم. يبدو أن الدكتورة عايدة كان عندها 10 سنوات خبرة بهذا المجال أو أقل أو أكثر شوي. بلشت عملنا دورة تدريبية لنا تنعرف شو معنى التوحد. شو معنى التوحد؟ لأنه التوحد كلمة بس أنه يمكن موجودة ببيوتنا نحن نعرفها. عملنا دورة تدريبية وبلشنا بالعمل اللي رح أقول لك شنو العمل اللي أوريناه، هو التالي المقسوم إلى قسمين. أول قسم اتصلنا بأصحابنا وأصدقائنا ومعارفنا، شلوا لنا من بيوتكم بلوش هيك دبدوب صغير أحمر أخضر أصفر بتشوفون على تخوتي كل بيوتنا فيها، اعطونا منه اذا بتحبوا تتبرعوا، خلي ابنكم او بنتكم تتبرع فيه اعطونا اياه. جمعنا بظرف يمكن شيء اقل من شهر اكثر من 1000 بلوش. حلو. ملفت لانه ناس، لانه الولد بحب يعطي، انه هذا شيء لانه عنده رفيقه ما بيعرفه بحب يعطي، لانه عنده الطفل التوحد حب التملك، انه بصير هالبوسيسيون، انا عندي هالبلوش هذا الشيء لاله ملكه، بحب يتسلى يلعب فيها بصير ملكه. فعملنا وتبيننا بالدراسه اللي عملتها الدكتوره عايده مع أشخاص من جروب اللجنة المهتمة أنه بلبنان في 30,000 طفل توحد، عدد رقم منه سهل أبدا. صح. وفي منهم بس 10,000 بالمراكز، لأنه في 20,000 أهلهم يا بيستحوا فيهم للأسف عم نحكيها على التلفزيون، يا بيستحوا فيهم يا ما عندهم إمكانيات يحطوهم بالمراكز لأنه مكلف الطب، هذا العمل الطبي منه سهل مكلف. فاللي صار معنا أنه نحن بلشنا بأول زيارة، رحنا أحد المراكز بالشمال، رحنا عملنا لهم زيارة، أخذنا معنا بلوشي، قضينا نهار نحن والأولاد من أعمار مختلفة، فرجونا كيف بيعلمون، كيف بياكلوا، كيف بيرسموا، كيف بيحكوا، كيف بيبكوا، كيف بيصرخوا، كيف يعني كل المبدأ العام. وبالتالي اهتمينا، وآخر نهار
طلبنا من كل واحد يسحب البلوش اللي عجبته. حلو. بتصور هون يمكن الدكتورة عايدة عندها دور دكتورة أكبر. دكتورة عايدة هيك عندي سؤال لإلك، بما أنه ذكرت بالدراسة اللي قمت فيها أنه صار في عدد كتير كبير من حالات التوحد بلبنان، يعني صار موجود وين ما كان، قد ايه مهم التوعية بالمجتمع حول هالمرض، وقد ايه مهم أنه نخلي هالأشخاص ينخرطوا بالمجتمع مثله ومثل حياة لشخص عادي؟ 100%. هي انطلقت فكرة المشروع متحدون ولسنا وحيدين، لأنه شهر نيسان هو شهر التوعية على التوحد، واكتشفنا أنه أحد الزملاء بنته عندها توحد، فإجت الفكرة كمان من هون أنه نحن لازم نعمل توعية شاملة كاملة على صعيد الوطن عن موضوع التوحد. فقررنا أنه نحن بهيدا البروجرام الفكرة مش بس أنه نحن نروح على المراكز ونقدم البلوش للولاد، الفكرة هي بتبلش من أعضاء الجمعية، الأشخاص الموجودين بالجمعية ما بيعرفوا شو يعني توحد، يعني التوعية بتبلش من هون من أقرب شخص حدك وصولا لكل الناس. الفكرة كانت أنه نحن بنروح على مراكز التوحد تنعرف الناس أكثر على البرامج التربوية والبرامج المهنية يلي بيقوموا فيها الأطفال يلي عندهم حالات توحد، على الكيسز تبعوتهم، لأنه ما في ولد بيشبه التاني، ما في كيس مثل التاني. وفكرة نحن نعمل دورات تدريبية، نوعي الناس، إن كان من خلال الإعلام، من خلال حملات التوعية، الدورات يلي بدنا نقوم فيها للأهل، حتى للأشخاص الأخصائيين. وبنهاية الزيارة مثل موتيفاسيون أو ريكومبونس للولد يلي نحن كل نهار استقبلنا وقضينا معه نهار كامل، جورني كاملة، بنقدم له نحن هالجفت الصغيرة اللي هي عبارة عن بلوش. بس الهدف الكبير، الهدف الكبير هو التايتل الكبير، هو التوعية على حالات التوحد. دكتور دال حتي ودكتورة عايدة الخطيب رح نتابع أكيد معكم، بس قبل مشاهدينا رح نتوقف لفاصل صغير، خليكم معنا. رجعنا معكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا لليوم من برنامج في أمل، وبدي ارجع اذكر انه معنا جمعية مبادرات وقرارات ومتمثلة هالجمعية برئيس الجمعية دكتور دال حتي ودكتورة عايدة الخطيب مسؤولة عن برامج القدرات بالجمعية. بدي ارجع رحب فيكم دكتور دال ودكتورة عايدة، واشكركم عن جديد لوجودكم معنا. نصيحة للتسمية هي بناء القدرات، capacity building. احلى احلى يعني قدرات كثير مهم الكلمة، بس لانه هنا بنهتم نعم، بس عملنا دورة تدريبية لحيلا موضوع التعليم. نعم. هو عم تبني قدرة للإنسان. حلو. يعني هي قدرته الشخصية يمكن هو مش مكتشفها، نحن دورنا نكتشفها وننمي له إياها وبتبني له إياها، لأنه هو على هذا البناء يبني حياته، بس يركز مزبوط يبني حياته. أكيد ما في شك. بدنا هلأ نسألك دكتور دال عن الثري فري موبايل أبليكيشن اللي عندكم إياها والتابعة. نعم. لألكم، وهي أكيد بهدف مساعدة الأشخاص. نعم. نحن بس رحنا عملنا دورات التوجيه المهني. نعم. ونحن متخصصين كمان بمكافحة البطالة، ما بكفي تقولوا إيه لشخص بعت لي السي في ونحن بنصلح السي في، السيرة الذاتية بنصلحها. نعم. وبنحضر كمان نعمل دورات تدريب كيف بتعمل مقابلة وظيفية، بس هودي لا يكفوا إذا بدك تعملي هاللينك، لأنه إحنا مش معقول نكون موجودين بكل لبنان بكل لحظة، مش هذا شيء من رابع المستحيلات، وما عندنا فريق عمل، ما عندنا مكاتب، لأنه إمكانياتنا ما بتسمحنا يكون عندنا مكاتب بكل لبنان، إن شاء الله الأيام تعطينا هالإمكانية. فأحد المهندسين معنا كمان بالجمعية المهندس صلاح ملاعي، بالتعاون سوا عمل موبايل أبليكيشن، هي وحيدة بالعالم ما في غيرها، في ويب سايتس، مواقع تواصل، مواقع إلكترونية، بس موبايل أبليكيشن هي الوحيدة بالعالم اللي بتجمع رب العمل والمطالب العمل. حلو. اسمها لوكال جوب ماركت، في واحد ينزلها يعملها داونلود، اتس فري أبليكيشن، مجانية لكل الناس، موجودة بس بلبنان، يعني بس موجودة بالعالم، بس موجودة بلبنان. بفوت واحد على الأب ستور بيحط لوكال جوب ماركت، بنرجع بنعيد للمشاهدين لوكال جوب ماركت، بيعمل لها داونلود هالابلكيشن، في فوت يسجل حاله، اذا كان رب عمل بده موظفين في سجل حاله كمان مجانا، بيطلب الموظفين اللي بده اياه حسب منطقته، الشباب والصبايا او الناس الكبار بالعمر او صغار اللي بدهم يشتغلوا كمان بيفوتوا بيحطوا معلومات عنه. اهميه هيدا الابلكيشن مش بس انه بتساعدهم ليتواصلوا مع بعضهم، هي لوكال يعني تابعه لمنطقه سكنهم، يعني اذا انت ساكنه مثلا بصيدا
شو بتفيدك اذا قدمت طلب على شركه بطرابلس؟ ما راح تروحي على طرابلس، تكون عم تضيعي وقتك وتضيعي وقت الشركه. نعم. او تروحي على صور او على الهرمل او العكس. نحن الهدف تامين وظائف بمنطقه سكن تنخلي الناس بمناطقها، يعني ابن ما بعرف ابن علي بفتش على شغل بمحيطه، يعني حول 10 كيلومتر حول منطقته تلاقي محل يشتغل فيه بسكن. ملفت للنظر نحن بالرغم من هذا الظرف اللي مش طبيعي اللي عايشين فيه هلا الوطن كله سوا، اليوم على بكره كان فيها حول شيء 3800 وظيفه معروضه بلبنان وعندنا 18000 سيفي بس they don't match، ما بيناسبوا، لانه في كثير من الاختصاصات. ليش نحن بنعمل دورات توجيه؟ في كثير من الاختصاصات بيتعلموها بالجامعه مع احترامي للجامعين لا تناسب سوق العمل اللبناني، يمكن تناسب سوق عمل خارجي بس ما بتناسب سوق العمل اللبناني، وبالتالي الشاب او الصبي بياخذ الشهاده ما بيلاقي شغل، بقول انا مش عم بلاقي شغل لانه انت الاختصاص اللي عملته مش موجود بسوق العمل، يعني بدك تلاقي شيء مطلوب بسوق العمل، خاصه بالتعليم المهني اللي انا احد اربابه وبتابعه، لازم نروح على التعليم المهني لانه لا تبنى الدول الا بالتعليم المهني، شو ما كان انواعه، الميكانيك، الكهرباء، التدفئه، الحديد، النجاره، كل المهن البناء، كل المهن الزراعيه، كل المهن المعلم بعالم الالكترونيات. وانتم اصلا بتقوموا ايضا بتصحيح السيفيات. نحن كمان اي شخص بيتصل فينا بيبعث لنا السيفي تبعه نحن مستعدين نصلح له السيفي تبعه، بنقول له كيف بده يكتبه واي شيء بحاجه له، انا هذا كمان من ضمن التقديمات المجانيه اللي بنقدمها. فبما انه نحن على الهواء راح اعطي رقم التليفون وراح اعطي الميل لاي شخص بده يبعث اي شيء على الرحب والسعه موجود. بالنسبه تنبلش ببرنامج الاوتيسم، يعني برنامج المتحدون ولسنا وحيدين، نحن بدنا بلوشات من الناس، فبالتالي موجه للناس اللي عم يسمعونا وعم بيشوفونا، نحن بدنا جمعونا بلوشات، بحب يساعد اكثر ممنونه، بس نحن بدنا بلوشات، فهالبلوشات الموجوده بتتصلوا فينا، نحن وين ما بتكونوا بلبنان نحن مسعدين نبعث فريق العمل يروح يجيبهم من بيوتكم او من مؤسساتكم، جمعوا بين بعضكم بلوشات، بدنا 30,000 بلوش، مش هين نجمع 30,000 بلوش، فبيتصلوا فينا على 03-3-9-6-5-5-8 او 70-2-2-3-4-3-0. فاذا 03-3-9-6-5-5-8 او 70-2-2-3-4-3-0، ونحن مستعدين نروح نجيب البلوشات وين ما بيكونوا. بالنسبه للسيفيات فيهم يبعثون على الميل التالي president@mwklb.org، راح ارجع عيد بريزيدنت يعني بريزيدان بالفرنسي president@mwklb.org اللي هو الميل تبع الجمعيه، وفي فوتوا كمان على الويب سايت تبع الجمعيه اللي هو www.mwklb.org، وعندنا صفحه على الفيسبوك كمان تحت اسم جمعيه مبادرات وقرارات، فين يفوتوا يشوفوا كل نشاطاتنا ويتواصلوا معنا ويبعثوا لنا اي مسج، ونحن مستعدين للتعاون بهذا الموضوع. نعم. بدنا نحكي هيك شوي دكتور دال كمان عن المساعدات، ان كانت بالمواد الغذائيه او مساعدات عينيه او طبيه اللي كمان قدمتوها. من بعد التحركات اللي صارت ب 17/20 بال 2019 صار في كولابس، انهار السيستم المجتمعي في لبنان لعدة أسباب سياسية واقتصادية ومالية ومصرفية، وبالتالي اعتبرنا نحن كجمعية، مع أنه هذا مش دورنا مباشرة لأنه نحن لسنا جمعية خيرية، بس اعتبرنا آخر شيء نحن جمعية لبنانية، إذا ما اهتمينا بالناس مين بده يهتم؟ صح. ونحن من أدوارنا، فقدرنا بمساعدة ناس من الجمعية ومن مغتربين أصدقائنا قدروا بعثوا لنا مواد غذائية بكميات، قدرنا وزعناها تقريبا بكل المناطق ببيروت اللي تضررت، مش بس مواد أكل، رحنا على المواد الصحية، يعني المواد الإيجيان، النظافة، مواد فوط صحية للسيدات، دواء أسنان، فرشاة أسنان، ديتول، أي مواد تعقيم، سانيتايزرز، ويت وايبس، كل هود الأشياء، الصابون بتساعد الإنسان تضل محافظ على نظافته الجسدية وصحته. واللي كمان إجانا كمان مساعدة مهمة جدا، أحد المغتربين صديق عزيز كتير هو مدامته، ببعتوا كونتينر كامل معدات طبية. حلو. معدات طبية بعتوه وزعناه على المستوصفات، يعني لأنه ما فيك تبعتي كرسي ويلتشير، ما فيك تبعتيها على بيت، فتبعتيها على مستوصف، المستوصف بسعر فيها 20 عائلة و30 عائلة، فوزعنا كثير مناطق من بيروت لتقريبا لعمشيد
لحديت جبايل لحديت بكفية، عين الخروبي، كل هالمناطق، الزلقة كذا، وزعنا بالمستوصفات الموجودة قد ما قدرنا، يعني كل منطقة وزعنا فيها شوي شوي تقدر نساعد فيها هيدا الناس بهذا الشكل. دكتورة عايدة، يعني كيف كانت تجربتكم على الأرض من بعد للأسف انفجار 4 آب؟ هي كانت أول شيء كنا بحالة شوك، نحن بحالة صدمة، كانت تجربة قاسية على الكل، ولكن كتر خير الله من الأشخاص والمحبين والمغتربين قدرنا مثل ما قال الدكتور نأمن المساعدات العينية، إن كان على الصعيد المساعدات الغذائية أو المساعدات الطبية، إضافة إلى المساعدات النفسية، لأنه أنت لما توقفي حتى الأشخاص بكارثة وطنية بكارثة اجتماعية، يعني نحن كنا واقفين حدهم على الصعيد النفسي وقدرنا نأمن كل شيء أونيفو بسيكولوجي، كل شيء الأمور النفسية حتى الأمور الجسدية اللي نحن بنقدر فعليا نوقف حد الناس فيها كنا واقفين حدهم. حلو. الدكتورة عايدة عندنا كمان سؤال لك، شو الفرق بالتسمية بين الشخص اللي عنده إعاقة وحالة الإرادة الصلبة؟ بالنسبة للشخص يلي عنده إعاقة، كلمة إعاقة ثقيلة ثقيلة، حتى الشخص يلي هو عنده إعاقة ممكن يكون عنده إرادة صلبة ويقدر يعمل شيء، ما في إنسان منه فاعل بالمجتمع. إذا أخذنا أي حالة من حالات الإعاقات الموجودة بلبنان نحن أو موجودة بالعالم أكيد، هو عنده إرادة صلبة تيكفي وتيواجه لاستمرارية الحياة واستمرارية العيش. صح، حلو كتير، يعني بالفعل حلو كتير الحكي اللي قالته الدكتورة. ممتاز طبعا، هي لأنه عم تبني عن خبر، لأنه اشتغلت مع أطفال التوحد وتبين أنه فعليا في منهم مبدعين مبدعين فعليا، بس يمكن ما هي القصة بتبين القصة مخبية مثل ما قلنا احنا باللبناني بإيش البصل، بس تشوفي شيء مباشرة حدا يساعدك تغري بيبين. طبعا في حالات طبية صعبة ما عم نحكي عنها، نحكي عن الحالات اللي ممكن يكون حدا عنده حالة توحد أو حالة روتاردي مونتال أو أي أو ديبيل، ممكن يكون مبدع. نعم. وبالتالي ليش ما بدناش نعطيه حظ؟ هذا حقه بالحياة يكون مبدع. وكتار من مبدعين بالعالم، اللي أشهر واحد معروف أينشتاين أو موزار أو أي شيء، كان عندهم حالات إعاقة وبالتالي أبدعوا بالعالم. بيتهوفن آخر حياته كان أطرش أصم وعمل أهم سيمفونيات وما سمعها، ما قدر سمع الموسيقى اللي هو ألفها. وبالتالي هيدا الحالة، إذا ما نحن أعطيناه حظ بالحياة مرة تانية وحقه هيدا الإنسان فرصة. هذا خاينا الإنسان ياخد فرصة تانية، إذا ما أعطيناه منكن نحن أنانيين. شو ربنا أعطينا مثل كتير بالإنجيل كتير حلو اسمه مثل الوزنات، أنا عم بعطيك وزنات شو عملت فيهم؟ أنا بعطيك، أنا ربنا عطيكي وعطى الدكتورة عايدة وعطيني نفس الوزنات، 5 وزنات بـ5 وزنات بـ5 وزنات، شو عملنا فيهم؟ كل إنسان حسب، في ناس بتخاف، موجودين بالإنجيل القصة، إنه في ناس خافوا إنه هذا الله مدري شو برجعهم فين، راح خبيهم، في قال إنه أنا هول 5 أعطيتك 5، في ناس الخمسة صاروا 5000، صاروا 500000، لأنك أعطيت من قلبك، ربنا بيعطيك، ربنا ما يعني بيشوفك، ونحن لأنه جمعية وفكرنا مبنى على الإيمان، نحن إيماننا عنا إيمانين، عنا إيمان بالله طبعاً وبإيماننا بدياناتنا المختلفة، وعنا إيماننا بوطننا، وبالتالي هدفنا كله يبنى عمل جمعيتنا على إيماننا الوطن. نعم. كان عندكم أيضاً دكتور دال تعاون مع جيش اللبناني. نعم مزبوط، وقت ما صار انفجار المرفأ المشؤوم وراح لنا شهداء من قرايبنا ومن كل الناس، راح لنا شهداء بعد فترة، بعد حوالي شيء أسبوع نزل الجيش اللبناني استلم، عملوا غرفة طوارئ متقدمة وسلموا لضباط أصدقائنا، طلب منا نحن كجمعية أن ننزل نتعاون نحن بحكم الخبرة، نحن كمان كنا متطوعين، نزلنا قدرنا قد ما قدرنا نحن وياهم، نظمنا كل العمل الإداري التنظيمي، طبعا الجيش متكفل عنده كل الإدارات والتنظيم الجيد جدا وعنده كل فرق وضباط وكفؤين جدا، بس يمكن بعالم المجتمع المدني كان بعض المعلومات كانت ناقصة، إذا بدك نظمناها وزبطناها وعملنا الأهم غربلة لجمعيات المجتمع المدني، لأنه في أوقات مجتمع مدني في للأسف الشديد مثل كل واحد بيجرب يستفيد حتى من موت بس الناس. بس ما كان، هل كان عندكم أيضا تعاون مع جمعيات لبنان؟ إيه نحن متعاون كثير مع الجمعيات، نحن كثير من شغلنا متعاون مع جمعية، مثلا هلا نحن برنامج ماني حول عناية العمر التالي عم نتعاون مع جمعية بصوانة، مع جمعية بعين دارة، مع بلدية بعكار، معنا دورة تدريبية بعد شهر بمنطقة عكار،
عم نتعاون مع مركز دراسات، يعني موجودين، يعني في مراكز موجوده بالمناطق مؤهله كثير نتعاون نحن وياها. نحن وقتنا بلشنا الجمعيه لهلا بالخمس سنوات نحن عندنا 14 بروتوكول تعاون موقعين مع جمعيات، مع جمعيات ونائبات، مع غرفه التجاره والصناعه والزراعه، مع نائبات المعلوماتيين، مع نحن ماضيين بروتوكولات تعاون مع اللايونز، مع لانه مين قال لك انه ايد وحده بتزقف؟ ايد وحده ما بتزقف، قد ما بده يكون عندك امكانيات لوحدك ما فيك تعملي، وبالتالي بده واحد يقدر يتعاون مع الناس اللي مثله، اللي كفؤين مثله. ونسينا شغله بالمساعدات الطبيه، كمان وصلنا على اكروم، وصلنا بالمساعدات الطبيه للمستوصفات على اكروم، على كل الجبال اللي وصلنا، وبالتالي احنا متعاونين، مش لانه احنا احسن من غيرنا، كل الناس فيها خير وبركه. بس بده واحد يقول انا بدي اعمل، مش بدي نظر. نعم. في فرق كثير بين التنظير وبين العمل الفعلي. نعم. بدنا هيك ناخذ راي دكتور عايدة، قد ايه دور المراه مهم ولازم تكون عم تثبت وجودها، يعني ان كان بحيلا يعني كتا، بس خصوصا قد ايش لازم تكون عم تثبت وجودها بالعمل الاجتماعي. هيدا السؤال سؤال عدة مرات، انه شو هو دور المراه بالعمل الاجتماعي وخاصه بظل الظروف الصعبه. المرأة بهيدا الظروف يلي عم نمرق نحن فيها، إن كان على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، إلى دور ريادي كتير مهم. دور المرأة لم يعد يقتصر مثل ما بنقول على المرأة الأم، المرأة هي عاملة، المرأة هي توازي الرجل بأعماله. إذا بدنا نعطي مثل على اللي صار بانفجار 4 آب، كيف نزلت الناس للمساعدات، النساء نزلت ساعدت، أخذت الدور مثل دور الرجال. النساء رائدات بالعمل الاجتماعي، إن كان من منطلق الأحداث يلي صارت عنا بلبنان، إن كان من جائحة كورونا، كيف صارت الأم أخذت دور، المرأة أخذت دور توازي الرجل فيه بالأعمال برا البيت وجوا البيت، كيف أخذت أدوار إضافية في تربية أولادها، لأنه نحن هلأ عم نروح، المرأة هي العصب، عصب العائلة، والعائلة مثل ما قال الدكتور نحن عم نبني بالجمعية عم نروح على قيم المواطنة. قيم المواطنة بتبدأ بالتربية اللي هي بتبلش من دور المرأة، فالمرأة كان لها دور رائد بالمجالات على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية. نعم بالفعل. يعني دكتور دال، هيك إذا بدنا نقول بظل الأوضاع الصعبة أكيد اللي عم بيقطع فيها بلدنا، كجمعية بلبنان حاليا أنتوا شو الصعوبات اللي عم تواجهوها، شو التحديات، وأنتوا لشو أكثر شيء بحاجة؟ للأسف الشديد بعد انفجار، بعد حركة 17 تشرين، نعم، انسمع علينا كمجتمع مدني، دخلوا علينا دخلاء ليشوا من المجتمع المدني. يعني أنا بسميهم، أنا بسمي حالنا نحن مجتمع المدني الصح، في مجتمع مدني صح ومجتمع مدني غلط. استفادوا، يعني كانت الهدف منا مادي، الهدف منا شو بنستفيد وشو بيطلع لنا مصاري وكل ما إذا. نحن صعوبات اللي أول شيء هو لتحسين صورتنا، أنه نحن مش هود الناس، نحن مش هود الناس اللي بنطلع على التلفزيونات وبنهوبر وبنعمل مشاكل، نحن مش مجتمع مدني، المجتمع المدني هو الناس المحترمة اللي بتساعد الآخرين، فعليا بتكون حد منهم، مش أنه بس بالحكي أو بالهوبرة. فنحن عندنا مشكلة بتحسين صورة المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة اللي هي مثلنا. اثنين، صار عندنا مشكلة كتير كبيرة بموضوع تمويل الجمعيات، لأنه نحن كان كتير من الشركات اللبنانية توقف حد منا أو حد غيرنا من الجمعيات. هلا أوضاع الشركات كلها صعبة، وشو ما أعطيكي مصاري باللبناني معاشينهم قيمة، يعني ما عادش فيك تعملي فيهم برنامج يعني تقدري تفيدي فينا. بتتكلين كتير على المغتربين، بس هلا مشكلتك المغترب انه عم يبعث لاهله، عم يبعث يعيش عيال، وكتار من المغتربين عم بيعيشوا عيال بشكل كتير قوي، يمكن هن هلا الرافعه الوحيده على الاقتصاد هن المغتربين، عم بيحطوا مصاري. فما فيك تطلبوا منه يساعد اهله ويساعد جمعيه، ما يعني ما بتزبط الاشياء مع بعض، لانه صار مبالغ كتير كبيره. في كتير من الجهات المانحه، الجهات المانحه عم تعطي، لا شك انها عم تعطي وعم تعطي كتير، بس كمان في مشكله سياسيه بهذا الموضوع او مجتمعيه بهذا الموضوع، وبالتالي بدنا نفوت بالتفاصيل. المشاكل من عينيها هي مشاكل بيروقراطيه، مشاكل عدم طلتنا على الاعلام بشكل قوي كتير، لانه يعني حضرتكم هلا استقبلتونا، طبعا في كتير تلفزيون بتستقبلنا اكيد، بس ما بنروح على التلفزيونات لانه في كتير تلفزيون بتدفعي له مصاري تطلي، نحن ما عندنا مصاري، يعني نحن مالنا، مش عمليه بزنس، نحن ما عندنا بزنس من الجمعيه، نحن اشغالنا الخاصه نحن بنقوم فيها على تنعيش نحن وعيالنا.
وبالتالي الجمعية الهدف لا نتوخى الربح. مشكلتنا هو هاي الكلمة قديش دقيقة علينا، لأنه نحن لا نحن كجمعية مبادرات وقرارات لا نتوخى الربح، ولسنا تابعين لحدا، لا لحزب ولا لمؤسسة ولا لسفارة ولا لحدا ولا لمخابرات ولا لأي شيء. نحن مجموعة من اللبنانيين الصادقين من كل المناطق اللبنانية، بالجمعية فيها كل الأحزاب، يعني مش لأنه أحزاب، لأنه أحزاب فيها، كنا منتميين لأحزاب، منتميين لمناطق متشعبة، ما عندنا ولا أي مشكلة، بالعكس. بس نحن أخذين قرار على باب الجمعية، من باب الجمعية ولبرا نحن ما قلنا عليها، بس من باب الجمعية ولجوا شغلتين ممنوع الحديث فيهم، لم نحكي سياسة ولم نحكي طائفي، لأنه هو الشغلتين بيخربوا الجمعية. وبالتالي نحن هدفنا إنساني، نحن جمعية مجتمعية، نعمل برامج دورات تدريب، نعمل دورات توعية، نهتم بالإنسان اللبناني، وهذا هدفنا الأساسي، هو الإنسان اللبناني. يعطيكم يعني بالفعل ألف عافية على كل المشاريع اللي عم تقوموا فيها. دكتورة عايدة، شو بتحب هيك توجهي كلمة أخيرة للمشاهدين اللي عم يحضرونا اليوم؟ نتمنى دعم الجمعيات على كل الأصعدة، وخاصة جمعية مبادرات وقرارات، لأنه عن جد عم بتقوم بجهود جبارة، وعم بيكون عندها الهدف هو التنمية المستدامة، الهدف الاستمرارية. يعني نحن لو دربنا بالجمعية وعملنا برنامج معين، نحن عم نتابع الأشخاص من بعد ما يخلص البرنامج، عم نقدر نأمن لهم فرص عمل، عم نقدر نساعدهم لحياتهم المستقبلية. نعم. دكتور دال، حتى هيك شو بتحب كمان توجه كلمة أخيرة للمشاهدين؟ أنا هذا التلفزيون تلفزيون مبني على الإيمان. نحن مؤمنين بالوطن، مؤمنين إيمان، أنا شخصيا وحتى فريق العمل كله مؤمنين إيمان، بالرغم من كل الصعوبات، بالرغم من كل الفقر اللي عم نعانيه، بالرغم من كل الأوجاع، بالرغم من مشاريع الذل اللي عم بيحطونا فيها، هذا وطننا، وراح نضل نقاتل تضل وطننا واقف على إجراء، لأنه هذا وطن الأرز، هذا وطن كله خير وكله بركة، وربنا بيركوا بإديسي وبالناس المؤمنة اللي فيه. فنحن هذا وطننا وهذا عظمة لبنان. وبالتالي مهما كانت ديانتنا، مهما كانت انتماءاتنا، ما بتجمعنا إلا مظلة الوطن. نحن تحت مظلة الوطن بنشتغل. طبعا ما في شك. دكتور دال حتى بدي أشكرك لوجودك معنا اليوم، وأيضا دكتور عايدة الخطيب. شكرا لك. مشاهدينا، نحن وصلنا معكم لختام هالحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج في أمل. بنوعدكم أنه نطلع عليكم بموسم ثاني جديد، ويكون كمان عنا جمعيات جديدة ناطرين أنه نعرف قصتها ونعرف كل النشاطات اللي عم تعملها. أنا بدي أتمنى لكم أنه تقضوا صيفية ممتعة، وبدي أتمنى كمان أنه بلدنا لبنان يضل يعني عامل فيه السلام، ونرجع نوقف على إجرينا. مثل ما قلت قبل، رح نطلع عليكم بإذن الله مع موسم تاني جديد. من هلأ لوقتها ما تنسوا تتابعونا على جميع تواصل مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوا دايما ما لازم نفقد الأمل. وأنا بتمنى لكم كل خير.